السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول إلى الوحدة المطلوبة ما يلي: 0.08 هكتار و1.2 ديكا متر مربع وخمسة آر. حول الكل إلى المتر مربع، يعني حول هذا المجموع 0.08 هكتار زائد 1.2 ديكا متر مربع زائد خمسة آر، حول كل ذلك إلى المتر مربع. إذن هذا جدول المساحات، وحدات المساحة: الكيلومتر مربع، الهكتومتر مربع، الديكامتر مربع، المتر مربع، الديسيمتر مربع، السنتيمتر مربع، المليمتر مربع. إذن هذه تسمى وحدات قياس المساحة. إذن وحدات قياس المساحة: الكيلومتر مربع، الهكتومتر مربع، الديكامتر مربع، المتر مربع، الديسيمتر مربع، السنتيمتر مربع، المليمتر مربع. والوحدة الأساسية لقياس المساحة هي المتر مربع، وأجزاؤها الديسيمتر مربع، السنتيمتر مربع، المليمتر مربع. ومضاعفات المتر مربع هو الكيلومتر مربع، الهكتومتر مربع، الديكامتر مربع. لكن توجد وحدات أخرى وتسمى الوحدات الزراعية، لها علاقة بوحدات المساحة، وهي الهكتار، ونكتبها هنا الهكتار، اش ا الار، الهكتار الار، ثم السنتيار سي ا. ثم نقسم الجدول على اثنان، ولا ننسى أن واحد هكتار يساوي واحد هكتومتر مربع، وواحد ار يساوي واحد ديكامتر مربع، وواحد سنتيار يساوي واحد متر مربع. إذا قلت واحد متر مربع، أكتب واحد هنا، عفوا أكتب واحد هنا، واحد متر مربع. إذا واحد متر مربع، سواء طلب مني أن أكتب واحد متر مربع أكتبه هنا، واحد سنتيار هنا أيضا. إذا هذا هو الوحدات العشرات، الوحدات العشرات إلى آخره. مثلا واحد هكتار، واحد هكتار إذا كتبت واحد هنا سيساوي 100 آر. مثلا واحد هكتار يساوي 100 آر، أضيف صفران، أتوقف عند الوحدات. الآن نعود إلى السؤال، نضع هذا المجموع في الجدول. إذا هذا عدد عشري يتكون من جزئين، الجزء الصحيح صفر والجزء العشري 0.8. الجزء الصحيح هو الذي يهمني. إذا الجزء الصحيح يتكون من الوحدات العشرات إلى آخره، الجزء العشري يتكون من الأعشار، أجزاء 100، أجزاء 1000 إلى آخره. قلنا صفر هنا هو رقم الوحدات، لأن الفاصلة تفصل بين الوحدات والأعشار. إذا الوحدات أضعها في الهكتار، يعني أضع الصفر في الهكتار. إذا الصفر في الهكتار هو الصفر، ثم الصفر، ثم 8. هذا يعني ماذا؟ يعني أن 0.08 هكتار تساوي 8 آر. إذا زائد ماذا؟ أنا عملية الجمع، زائد 1.2 ديكامتر مربع، 1.2 ديكامتر مربع. إذا الفاصلة أمامها رقم الوحدات وراءها الأعشار، يهمني رقم الوحدات أضعه في الديكامتر مربع، أو السهم ينطلق من الوحدات فأضع 1 في الديكامتر مربع في الأسفل، لأن عندي عملية الجمع. أين هو الديكامتر مربع؟ هو هذا، وأبحث عن وحدات الديكامتر مربع، 1 ثم أكتب 2. الآن أكتب 5 آر، 5 آر، الوحدات هي 5، أضعها في الآر. إذا الآر 5 آر، 5 آر، هذا هو الآر، وحداته 5. ثم أقوم بعملية الجمع، هذه هنا عندنا عملية الجمع. إذا 2، 8 زائد 1 9، زائد 5 14، أكتب 4 أحتفظ بواحد، 1 زائد 0 1، 0 لا داعي لكتابته، أحول إلى المتر مكعب. إذا أحول إلى المتر مكعب، المتر المكعب هو هذا. إذا لابد وأن أضيف 0 لكي أحول إلى المتر المكعب، لأنني أريد المتر المكعب، يجب أن أصل إلى وحداتي، هذا هو المتر المكعب، هذا خانة الوحدات، يجب أن أضيف 0، لا أتوقف عند خانة العشرات. إذا الجواب هو 1420 متر مربع، 1420 متر مربع، عفوا المربع، هنا نتكلم عن المساحات فنقول المربع. أو مثلا لو طلب مني أن أجد هذا
بالسنتيار لقلنا 1420 سنتيار، لأن السنتيار واحد سنتيار هو واحد متر مربع. إذن هذا هو الجدول الذي انطلاقا منه نحول من المساحة إلى الوحدات الزراعية، أو من الوحدات أو عكسية من الوحدات الزراعية إلى المساحات العادية. إذن الهكتار، الآر، سنتيار، هذه وحدات زراعية. مثلا في البوادي تجد فلان عنده هكتار من الأرض أو هكتاران أو ثلاثة، فلا يقول عندي هكتار متر مربع، بل يقول عندي هكتار. والآر والسنتيار وحدات زراعية. إذن وهذه العلاقة، الجدول هو الذي يعطينا هذه العلاقة التي تجمع بينهم. كنلاحظوا أن سنتيار واحد يساوي متر مربع واحد، آر واحد يساوي ديكا متر مربع واحد، هكتار واحد يساوي هكتو متر مربع واحد. إذا طلب مني أن أكتب واحد هكتار مثلا، أكتب واحد هنا مثلا وأضيف الأصفار، ولا أتوقف إلا عند خانة الوحدات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.